تصريحات الرئيس التركي أتت بعد أن شهدت الأجواء شرق البحر المتوسط توترات كبيرة، حيث دعا أردوغان اليونان إلى التوقف عن انتهاك المياه الإقليمية التركية بالقرب من الجزر الصخرية التركية في بحر إيجه، وانتهاك الطائرات اليونانية للمجال الجوي التركي قائلاً: إنه لدى حدوث ذلك فإن جنودنا يقومون بما يلزم على حد وصفه. أردوغان أضاف: نحذر من يتجاوزون حدودهم في بحر إيجه وقبرص ويقومون بحسابات خاطئة، مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية، وذلك في إشارة للهجوم الذي يشنه الجيش التركي على إقليم عفرين الشمالي غرب سوريا. وفيما يخص الشركات الأجنبية التي تقوم بفعاليات التنقيب قبالة سواحل قبرص، قال أردوغان: يجب ألا تكون الشركات أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها من خلال ثقتها بالجانب القبرصي الرومي. وأردف أردوغان: حقوقنا في الدفاع عن الأمن القومي في عفرين السورية هي نفسها في بحر إيجه وقبرص. تصريحات دفعت العديد من المراقبين لوضع إشارات استفهام حول التمادي التركي في الانتهاكات التي تنفذها بحق البلدان المجاورة لتركيا، سواء في المياه الإقليمية أو الأراضي، وتحت الحجة التي اعتادت تركيا إطلاقها عندما تنتهك حقوق الدول وهي حفظ الأمن القومي، بينما برز المسوغ الثاني لعمليات الاعتقال التي تجري بتركيا الانتماء لجماعة جولن. وبدوره رد الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس على عرقلة تركيا لعمل سفينة حفر تنقب عن الغاز الطبيعي قبالة الجزيرة المقسمة على أساس عرقي مطلع الأسبوع، بحجة القيام بمناورات عسكرية، بالقول إنه لا داعي للقلق، يجري التعامل مع هذا بأسلوب يهدف لتجنب أي أزمة محتملة قد تخلق مشكلات للاقتصاد أو للدولة. وأشار نيكوس أنستاسيادس إلى أن الإشعار التركي الذي يربط المنطقة بمثل هذه المناورات سوف ينتهي في 22 من شباط فبراير، في حين امتنع أنستاسيادس عن التعقيب على تصريحات أردوغان.